السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الثانوية العامة. هنبدأ النهاردة إن شاء الله معاكم متابعة ومواصلة حل أسئلة الكيمياء العضوية إن شاء الله من واقع نماذج البوكلت وامتحانات السنوات الماضية. نبدأ إن شاء الله النهاردة. السؤال الأول: اكتب الاسم الكيميائي بنظام الأوبك والصيغة البنائية للهالوسان. طبعا الهالوسان من المركبات المهمة جدا عندنا في الكيمياء العضوية وفي الحياة عندنا، فبنبدأ الصيغة البنائية عشان نقدر نتكلم عن الاسم الكيميائي بتاعه. يبقى عندي سي، نركز كده في الصيغة البنائية بتاعته، سي رابطة، سي ذرتين كربون يعني. خلاص، في عندي ثلاثة فلور، ثلاثة فلور، وذرة الهيدروجين هنا زي ما هي، على اساس ان المركب ده كان اصله ايه في النهاية في بداية الامر كان الاصل ايه؟ ايثان. احنا عارفين ايثان سي وسي وست ذرات هيدروجين. طبعا في يعني في ذرة الهيدروجين زي ما هي هنا، استبدلنا ذرات الهيدروجين بتلاتة اف اللي هي الفلور، وهنا ذرة بروم، وهنا ذرة ايه؟ كلور. ده الصيغة البنائية للهالوسان، ونحفظه لان بيجي وبيتكرر كتير في الامتحان. طيب الاسم الكيميائي بقى نعرفه ازاي؟ طبعا لو رقمنا واحد اتنين، يبقى عندي اتنين برومو، اتنين برومو، اتنين كلورو، واحد وواحد وواحد، ثلاثي ثلاثي فلورو فلورو ايثان. قلنا اصل المركب ايه؟ ايثان. نقولها تاني: اتنين برومو، اتنين كلورو، واحد وواحد وواحد، ثلاثي ايه؟ فلورو ايثان. ده كان السؤال الاول النهارده. نبدأ السؤال الثاني، ده من واقع الامتحانات ومهم وبتكرر. وضح بالمعادلات الكيميائية كيف تحصل على الأسبرين من الأسينال. معروف الأسينال اللي هو الايه؟ الأسيتالدهايد. الأسيتالدهايد معروف رمزه CH3CHO زائد O أكسدة، وما نقول أكسدة يعني برمنجانات البوتاسيوم KMnO4، وكونك H كونك H2SO4. خلاص، طبعا هنا اضافه الاكسجين على طول هيديني حمض الايه؟ الاسيتك CH3COOH. طيب بنبدا بقى حمض الاسيتك مع حمض الايه؟ السلسلك. حمض الاسيتك مع حمض السلسلك، ونركز برضو في معلومه وانا جايب لكم السؤالين اللي بيكرروا كتير مع بعض وفي نفس الايه؟ الامتحان بالتقريب يعني بيكرر في امتحان واحد. خلاص نبص كده، ده حمض السلسلك سي دبل بوند او او اتش، هنا ايه؟ او اتش. دايما حتى واحنا بنشرح للطلبه والطالبات بنقول لهم ناخد بالنا ان الاسبرين بنتعامل مع ذره الهيدروجين اللي موجوده تحت. طيب امال في زيت المروخ بنتعامل مع ذره الهيدروجينه اللي فوق، وهنشوفها الوقت في السؤال اللي بعديه على طول. تكات بسيطة كده عشان ما نتلخبطش، يعني ملناش علاقة بالجزء اللي فوق ده خالص. يبقى زائد حمض الأسيتك اللي احنا لسه مطلعينه دلوقتي. حمض الأسيتك طبعا ممكن نعمله بهذا المنظر CH3، وده حلاوة الكيمياء العضوية برضو، مفيش ارتباط بإيه؟ بشكل زي الأحمر زي الكيمياء العادية اللي هي الغير عضوية. خلاص، يبقى CH3 سي دبل بوند أو أو اتش. نركز برضو هنعمل إيه كده؟ اتفقنا الاتش هنا من الجزء التحتاني اللي هو بتاع او اتش، لكن لما نيجي مع زيت المروخ هناخد ايه؟ الاتش هنا. يبقى الاتش هنا مع الاو اتش. خلاص، وبقاعدة بسيطة جدا بنقول القص واللزق زي ما بنقول، يعني هنقص المية، المية خلاص اتشالت اهي. خلاص، سهم، ها نشوف بقية المركب بقى كده. حلقة البنزين قلنا الجزء الفوقاني ده زي ما هو، ما جيناش ناحيته خالص. هنا الاو
متصلة بها ايه بقية الايه الجزء الخاص بايه بالحمض، الحمض الايه الاسيتك سي اتش 3 خلاص سي او. طب ممكن نعملها بطريقة احسن، اه الاو خلاص متصلة بسي دبل بوند او سي اتش 3 سي اتش 3 خلاص. يبقى انا هنا دلوقتي عندي بلاش الجزء الفوقاني ده خلاص عشان ما تلخبطش، خلينا بطريقة ايه احسن. يبقى الوقت هنا الاتصال مباشر اهو، الاو زي ما هي خلاص، الاو ومتصلة بسي دبل بوند او مباشر اهو وسي اتش 3. يبقى ده الايه الاسبرين اللي احنا عاوزينه واللي مطلوب. يبقى ده الاسبرين، قلنا هيدروجين مع او اتش ادانا ميه، بنوصل بقى على طول يبقى الاو متصله بسي دبل بوند او سي اتش 3 وده الاسبرين. طيب نبص على السؤال اللي بعديه، زيت المروخ من كلورو ميثان، من كلورو ميثان نبدا نشوف كده. كلورو ميثان معروف سي اتش 3 سي ال، طبعا تفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم عشان نحصل على ايه كحول الميثيلي، لان محتاجين الكحول الميثيلي مع حمض الايه السلسلك. يبقى هنا اهو تفاعل حمض الاسيتك عشان برضو احنا بنذاكر حمض الاسيتك مع الايه حمض السلسيل، حمض السلسلك خلاص. يبقى حمض الاسيتك مع حمض الايه السلسلك. طب هنا احنا التحويلة اللي احنا حولناها دي هي CH3Cl زائد NaOH. طبعا انا عندي الكلور مع الصوديوم NaCl زائد CH3OH، حصلنا على ايه كحول ميثيلي. كحول الميثيلي ده اللي انا محتاجه عشان نفهم برضو ايه افكار المعادلات وازاي نحل ونفكر. طبعا حمض السلسلك برضو هنا، وناخد بالنا برضو من الجزئية اللي انا قلتها فوق، هنا التعامل مع الشق اللي فوق مش او اتش اللي تحت خلاص. او اتش هنا الاو اتش زي ما هي، يعني زيت المروخ الاو اتش دي ما نجيش ناحيتها خالص، زائد سي اتش 3 سي اتش 3 او اتش او اتش ده الكحول الميثيل. طب احنا عملناه ليه كده؟ نشوف الارتباط ازاي بقى، الجزئية اللي انا لسه قايلها فوق دلوقتي اهو. يبقى الاتصال من فوق في زيت المروخ خلاص، يبقى يدينا ميه H2O زائد حلقة البنزين، حلقة البنزين سي دبل بوند او او ها ومتصل على طول بمين بسي اتش 3 سي اتش 3 اللي باقي، واتفقنا الاو اتش هنا ايه زي ما هي. يبقى ده اسمه زيت المروخ، وبكرر كتير بالمناسبة حتى عشان لو جالي الصيغة البنائية لزيت المروخ افتكر ان هو حمض سلسلك ها، ونزعنا ذرة الهيدروجين واستبدلت بايه سي اتش 3 مجموعة الالكايل او مجموعة المصايل اللي هي ايه سي اتش 3 خلاص. يبقى ده كان السؤال اللي عندنا دلوقتي، نبدأ مباشرة السؤال اللي بعديه. وضح بالمعادلات الكيميائية كيف نحصل على بنزوات الصوديوم من الطولوين. طبعا احنا عندنا الطولوين حلقة البنزين ومجموعة مصايل، ما ننساش المعادلة دي لأن برضو متكررة كتير في الامتحان خلاص. وطبعا ممكن يطلب مننا حمض البنزويك منين؟ من الطولوين زائد 3 أو 2 زائد 3 أو 2 خامس أكسيد الفانديوم و400 درجة إيه مئوي، 400 درجة مئوي هيديني حمض البنزويك COOH زائد مية زائد مية. طيب حمض البنزويك مع صودا كاوية، حمض البنزويك مع الصودا الكاوية
مع الصودا الكاوية، عندي ال OH، شوف هنشتغل ازاي ال OH مع ال H. خلاص عشان الأمور تبقى سهلة، يديني ايه؟ مية زائد هيديني بنزوات الايه؟ الصوديوم، بقية المركب COONA بنزوات الصوديوم. طيب عايزين بنزاميد من حمض البنزويك، من حمض البنزويك، يعني بدايتنا حمض الايه؟ البنزويك. حمض البنزويك عندي COOH. خلاص طبعا هو عاوز بنزاميد، هنفعله او التفاعل مع كحول ايثيلي C2H5OH، سهم و HCl، وشروط التفاعل مهمة جدا، غاز جاف. خلاص طبعا هيتم نزع مية ويتبقى هنا، نزع المية ال H مع ال OH، ويتم ايه؟ وضع بقية المركب مع بعض، يبقى COO C2H5 C2H5. طبعا ما ننساش جزء المية لان ممكن نتحاسب عليه لو ما تعملش، او ممكن ننساه بس ناخد بالنا، بس لازم ان الناتج ايه؟ يطلع صح. خلاص بعد كده هنضيف مجموعة امونيا، مجموعة امونيا COO C2H5 زائد NH3. طبعا NH3، ال NH3 عبارة عن NH2 و H. طب انا فرطتها ليه؟ لان طبعا هنرجع كحول الايثيلي تاني، ال H هترجع تاني كده واطلع لي ايه؟ كحول ايثيلي C2H5 OH زائد ال NH2 بتستبدل مكانه. خلاص يبقى هنا سهم حلقة البنزين CO NH2. تاني ال NH3 اللي هي الأمونيا، الأمونيا أو النشادر، خلاص H و NH2. خلاص ذرة الهيدروجين ديت رجعت ل C2H5O، بقى طلع لي ايه؟ كحول ايثيلي، وطلع عند الايه؟ البنزاميد اللي هو ايه؟ عاوزه. بعد كده وضح بالمعادلات الكيميائيه كيف تحصل على البروبان من 2 برومو بروبان. 2 برومو بروبان معروف، بروبان يعني 3 ذرات كربون، يعني CH3 CH CH3. البروم هنا، يبقى هنا كيف تحصل على البروبان من 2 برومو بروبان. خلاص زائد KOH وتسخين، ايه اللي هينتج؟ طبعا الكي هنكسر الرابطة دي، الكترون هنا والكترون هنا، نكسر الرابطة هنا، يبقى دي هنا والـ OH هتروح الناحية دي، يبقى هيدينا CH3 CH زي ما هي، CH3 زي ما هي، هيتم استبدال بروم بإيه؟ بـ OH، بـ OH. خلاص زائد ما ننساش برضو الناتج اللي طالع KBr. طيب عندنا هيحصل أكسدة CH3 CH CH3 سهم وعليه أكسجين هنا OH. طبعا الناتج هيطلع في CH3 C دبل بوند O. طبعا دي ذرتين الهيدروجين ده هما هيتاخدهم. خلاص مع الاكسجينة اللي داخله هيطلع لي ايه؟ ميه.
والباقي سي دبل بوند او سي اتش 3، طبعا ده الايه البروبان. يبقى عندي البروبانون، البروبانون يعني عندي ايه سي اتش 3 سي دبل بوند او سي اتش 3، طبعا دي زائد الناتج اللي طالع. يبقى الوقت هنا اهوت عملية اكسدة، تم انتزاع الاتنين هيدروجين دول مع الاكسجين، طلع المية واصبحت مجموعة الكربونيل الموجودة. يبقى عندي سي اتش 3 سي دبل بوند او سي اتش 3 اللي هو الاسيتون او اللي احنا بنسميه البروبانون. خلاص ده كان السؤال اللي عندنا. بعد كده فسر لا يستخدم الميثايل، فسر لا يستخدم الميثايل برتقالي في التمييز بين محلولي كلوريد الصوديوم واسيتات الامونيوم. اسيتات الامونيوم وكلوريد الصوديوم زي ما احنا عارفين محلول متعادل، اذا لا يؤثر. لماذا؟ لان محلول كلوريد الصوديوم واسيتات الامونيوم متعادل التاثير، الاثنين دول متعادل التاثير على ورقه عباد الشمس او متعادل بصفه عامه، فلا يؤثران على الدليل اللي هو عطوه لي اللي هو الميثايل ايه البرتقالي، الميثايل البرتقالي. وضح بالمعادلات الكيميائيه كيف تحصل على حمض الكربوليك من البنزين. حمض الكربوليك اللي هو احنا عارفينه الفينول من البنزين. يبقى البنزين اول حاجه البنزين، بنزين مع الكلور Cl2 Fe، يبقى بنزين زائد كلور Fe Cl3 والترا فايلوت. خلاص بيديني كلورو بنزين، كلورو بنزين Cl زائد HCl. كلورو بنزين اللي طالع عندنا ده مع صودا كاوية، كلورو بنزين كلورو بنزين مع صودا كاوية، طبعا ال Na مع Cl NaCl زائد ال OH هتحل محلها، وده اللي احنا عاوزينه. طبعا ما ننساش برضو شروط التفاعل 300 درجة و 300 ايه ضغط جوي. خلاص هيديني ايه الفينول او حمض الايه الكربوليك، الفينول او حمض الكربوليك. السؤال اللي بعديه وضح بالمعادلات الكيميائية كيف نحصل على 1 و2 ثنائي برومو ايسين من الميثان. يعني بنبدأ بالميثان، لو احنا فاكرين الميثان كان ليه طريقتين في الانحلال بالحرارة، بنستخدم الميثان C2CH4 الميثان بناخد منه 2، ميثان بناخد منه 2. خلاص وعند 1500 درجة ليه؟ عشان نحصل على الايه الاستيلين. خلاص يبقى 1500 درجة بيتم تحويل الميثان الى ايه استيلين. خلاص وتبريد ايه سريع، تبريد سريع. يبقى C2H2 زائد 3 غاز هيدروجين. طيب الاستيلين اللي عندنا هنا، الاستيلين سي 3 بوند هنا اتش وهنا اتش زائد بروم، زائد بروم. البروم المفروض اعمله بي ار 2 اهيت، ولكن احنا بنفردها كربطه عشان نشوف هي بتتعمل ازاي. طبعا هنكسر الربطه هنا واحده من ثلاثه، الكترون هنا والكترون هنا بنفس المبدا والطريقه. كسرنا الربطه هنا الكترون والكترون، طبعا هنا بروم وهنا ايه بروم، اذا هيديني سي دبل بوند 2 هنا اتش وهنا ايه اتش، هنا بي ار وهنا ايه بي ار. يبقى ادينا 1 و2 ثنائي ايه برومو ايسين. تاني الميثان، الميثان ليه طريقتين في الانحلال بالحراره عند 1000 درجه مئويه بيديني ايه كربون. لا ده احنا عاوزين بقى الميثان ب 1500 درجة مئوية تبريد سريع بيديني ايه الاستيلين. الاستيلين
بنعمل له تفاعل مباشر مع البروم، بيديني 1 و2 ثنائي ايه برومو اي سي. وضح بالمعادلة الكيميائية كيف نحصل على حمض السلسلك من الأسبرين. طبعا المعادلة ديت عملية انعكاسية عن كيف نحصل على الأسبرين، يعني بالتحلل المائي انا عندي الأسبرين المفروض نكون بقى خلاص عرفناه من التكرار سي دبل بوند او اتش خلاص، وهنا سي هنا او سي دبل بوند او سي اتش 3، ده الاسبرين اللي لسه مطلعينه في المعادله اللي ايه من شويه، زائد ميه وعلى السهم ايه ايونات الهيدروجين او ايون هيدروجين خلاص، يبقى هيديني حمض السلسلك. طبعا ناخد بالنا برضو ايه اللي هيحصل، هنا هيديني حمض الاسيتك سي اتش 3 سي او او دهيت، هنشيلها خالص ونحط مكانها ايه او اتش، يبقى هنا اتش وهنا ايه او اتش، يبقى هنا ادانا حمض السلسلك زائد كحول او حمض الايه الاسيتك طلع لي سي اتش 3 سي او او اتش. نركز تاني سي اتش 3 سي او او اتش، بنحط هنا ايه اتش خلاص، والاو اتش عندي هنا ايه دخلت على المجموعه بتاعت الايه الحمض السلسلك. السؤال الاخير النهارده في حلقه النهارده، وضح بالمعادلات الكيميائيه طريقه تحضير البنزين. عايزين نحضر البنزين، طبعا البنزين بتحضر من ايه، اول حاجه تيجي في الخاطر ونفتكر برضو تحضير الميثان من الجير الصودي اللي هو هيدروكسيد الصوديوم و CaO خلاص، فبنبدأ بنزوات الصوديوم COONa زائد NaOH سهم CaO وحرارة، نشوف كده بنعمل ايه. طبعا الهيدروجينة بترد، ده كله بيطلع مع بعضه بيدينا كربونات الصوديوم Na2CO3 زائد البنزين زائد البنزين زائد البنزين، يبقى هنا حصلنا على البنزين. وضح بالمعادلات الكيميائية طريقة تحضير ايه البنزين ثم في المعمل، وكيف تحصل منه على حمض بنزين سلفونيك. يبقى هنضيف على طول حمض كبريتيك، هنضيف حمض كبريتيك، يبقى ده البنزين اللي طالع مع حمض كبريتيك H2SO4 هنا كونك مركز، هيديني بنزين او حمض بنزين سلفونيك SO3H زائد ايه مي زائد مي. طبعا هنا عارفين ان هنا ذرتها هنا هيدروجينة خلاص، هنسحب او هناخد من هنا OH، اذا المتبقي ها SO3H اللي هو حمض بنزين سلفونيك، حمض بنزين سلفونيك. ده كان اخر حاجة في حلقة النهاردة ان شاء الله، ما تنساش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، وتعرفوا زمايلكم عشان يوصل لكم كل جديد، والى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.